تستعد شركة الطيران المنخفضة التكلفة ريانير لإطلاق خط جوي يربط مدينتي تطوان ومراكش عبر خط جديد مباشر ومنتظم، مع بداية العمل به نهاية شهر مارس 2024. وستعمل ريانير على تشغيل 4 رحلات شهرياً بين المدينتين بتكلفة تبدأ من 189 درهماً للرحلة الواحدة، مما يوفر خياراً اقتصادياً ومريحاً للمسافرين بين الشمال والجنوب في المملكة. وتخطط الشركة لإطلاق 24 رحلة جديدة ابتداءً من فصل الصيف لهذا العام، وستخصص ريانير طائرتين لقاعدتها الجديدة في مطار طنجة ابن بطوطة، وستضاف قاعدة جديدة في هذا المطار إلى قواعدها الحالية في فاس ومراكش وأكادير. وتهدف ريانير من خلال هذه الخطوط الجديدة إلى ربط 9 مدن مغربية بـ11 رحلة داخلية، مما سيعزز السياحة الداخلية ويسهل عملية التنقل للمواطنين والسياح على حد سواء.